مش عارفة سعيد، بس كل اللي أقدر أقوله إن دي أول مرة أخاف من رياض. مش دي نظرة عينه ولا ده وشه اللي أنا كنت بحب أبصله. شفت فيه قسوة غريبة وقت ما زعق لمرجان، شفت في وشه قسوة خوفتني أوي. معلش يا ريتا، هو أكيد ما كانش قصده. لابد وانتي بتتعاملي مع رياض أفندي تكوني حاطة في علمك إنك بتتعاملي مع راجل مصري، يعني بيفكر بعقلية الراجل الشرقي مش الراجل الأفرنجي. ومفيش راجل أبدا يسمح إنه ياخد قرار ويتكلم قدام الناس وتيجي الست اللي بيحبها وتكسر كلام. دي بالنسبة له مسألة كرامة. والحقيقة ما تزعليش مني، انتي اتدخلتي في توقيت غلط. لا سعاد، أنا ما اتدخلتش في توقيت غلط، أنا كنت بحل موقف. رياض ما ينفعش يقول لي مرجان امشي وسيب الشغل، وبعد كل ده أنا ممكن استوعب أي حاجة. الشيء الوحيد اللي ما أقدرش استوعبه هو شكل وش رياض اللي شفته النهاردة. أنا خايفة منه أوي سعيد. ما تكبريش الموضوع بقى يا ريتا، الحكاية مش مستاهلة الكلام ده خالص. وبعدين إيه خايفة دي؟ مش ده رياض أفندي اللي خلانا نحب الدنيا من تاني ونشوف الحياة ملونة؟ هو بس يمكن عايز يمشي البنسيون زي الساعة، عشان كده ما بيقبلش بأي غلط. وإنتي لو بتثقي فيه وعارفة كويس إنه بيحبك، تأكدي إنك هتكوني عارفة إنه بيعمل لمصلحتك. سعاد، أنا عمري ما سكت عن الظلم،